السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم خلود من قناة طلة حلوة. النهاردة أقدم لكم أكلة ناس كتير قوي بيحبوها، هي بتتباع عند الجزار على فكرة. دي مخاصي خروف، هي كانت موجودة عندي لكن هي بتتباع على فكرة عند الجزار بالكيلو. يعني في خروف، في مخاصي بقري، في مخاصي جاموسي، بتتباع بالكيلو. بس دي يوم يعني بصوا عندي كمية بسيطة جدا، 2، وكانوا عندي في الفريزر جايلي من واحدة صاحبتي، يعني انا مش شارياهم فقلت اعملهم. هم ليهم طرق كتير جدا بس النهاردة احنا هنعملهم بطريقة سهلة وبسيطة. انا سلقتهم، هم عندي 2، انا سلقتهم تمام وقشرت واحدة، هقشر التانية معاكم دلوقتي. انا هتبلهم وهعملهم بانيه، هنقشر المخاصي وبعد كده هقول لكم هنعمل هنتبلهم ازاي. دي انا هعملها بني، بصي هي سهله جدا. انا قشرت واحده قبل كده، على فكره في ناس ما بتسلقهاش، يعني دي طريقه بس يعني هي لها طرق كتير جدا ممكن ما تسلقش. بصي سهلة جدا، بصي خلاص انا كده قشرتها، الجزء ده خلاص بقى عندي اهو. كده اتقشرت، ابتدي اقطعهم شرايح بالطول بالعرض، مش هتفرق زي ما انت عايزه. دي انا هعملهم بانيه زي الفراخ بالظبط. بصي بقت شرايح عندي اهي، في ناس مش بتسلقها عادي براحتك، يعني هي لها كذا طريقه على فكره، هي لها طرق كتير جدا بس احنا النهارده هنعملها بانيه، وهنعملها بطريقه تتبيله حلوه كده معينه انا بحبها، ان شاء الله تعجبكم. يعني بصوا عندي شرايح زي اللانشون كده، بس لقيها عادي يا جماعه، هي ما بتاخدش بتاعه الخروف دي ما بتاخدش مثلا نص ساعه سلق بميه عادي وملح وفلفل. ادي بصوا قطعتها شرايح، بقت جاهزه عندي الشرايح اهي ماشي. وهقول لكم دلوقتي على التتبيله اللي انا هستخدمها. ده بيض الفراخ البلدي يا جماعة، أو الفراخ البياضة، في فراخ اسمها بياضة، دي البيض بتاعها، ده عنقود البيض اللي بيبقى موجود جوه. دي موجودة عندي، يعني هي عشان موجودة عندي فأنا قلت استخدمها، يعني أنا سلقتها وقلت هستخدمها، لكن هي طبعا مش متوفرة دايما. يعني انت لو جبتي فراخ من دي ماشي عندك فهتستخدميها، بدل ما ترميها خسارة هتسلقيها كده وهنتبلها بنفس تتبيلة المخاصي وهنقليها عادي بالفيجيتار. فدي عشان موجودة عندي، ممكن تعمليها على فكرة في البيض العادي لو انت عايزة بنفس التتبيلة اللي هقولك عليها. ماشي معايا هنا ملح فلفل كزبرة، بهارات لحمة او فراخ. ما عندكيش بهارات اللحمة والفراخ، دي هي بهارات انا قلت قبل كده ان هي بتيجي جاهزة من عند العطار، فما عندكيش خلاص اكتفي بالملح والفلفل فقط. كزبرة ماشي مفيش، مش مشكلة، هي اساسي ملح وفلفل. وعندي صويا صوص وعندي مستردة تمام. وانا قلت قبل كده ان صويا صوص ده مش غالي، الازازة دي ب20 جنيه وبتقعد فترة طويلة جدا معاكي. هنعمل ايه بقى؟ نجيب الطبق بتاعنا نحط فيه البهارات تمام، طريقة سهلة وبسيطة جدا مفيهاش اي تعقيدات. والمستردة نحط معلقتين مستردة، معلقتين من معلقة الغرف الأكل العادية. الصويا صوص هنرجها قوي كده ونفتحها، هنحط تقريبا دي معلقة، دي 2، يعني تقريبا معلقتين ونص، معلقتين ونص. نبتدي ندوب كده
الصويا صوص يا جماعة بيدي تيست عالي جدا 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 في الأكل، هو دبس الرمان والخل البلسمك، الصوصات دي حلوة جدا. انا مش عايزة اقول لكم، بصوا احنا لسه ما عملناش حاجة وريحة بجد جميلة، لمجرد ان انا حطيت المسترد على الصويا صوص شوية البهارات البسيطة بتاعتي، طعم جميل جدا، ريحة حلوة قوي، والطعم ان شاء الله يعني لو جربتوها مش هتندموا يعني. بصوا ادي كده خلاص، ادي الخلطة بتاعتي، ادي هدهنها كده، ادي ورصها في الطبق عادي، بتركنيها شوية، عايزة تعمليها على طول ماشي بس. وبعد كده هتتبلي بفيجيتار من غير بيض، انا ما بعملهاش ببيض عامه، ما بحبش البيض في ال... عايزه تعمليها ببيض براحتك، هي نفس فكره البانيه يعني، هتعملي ببيض فيجيتار، بيض وبقسماط، لكن انا مش هعملها ببيض، انا هتبل بفيجيتار وهقلي على طول. ادي تبلتها كده، انا على فكرة ما كنتش عارف ان هي بتتباع عند الجزار، بس سمعت ان هي بتتباع عند الجزار، انا في دماغي ان هي بتبقى موجودة بس لو حد ذابح او كده، لاني صاحبتي دي كانت ذابحة فجابهم لي يعني، ما بتاكلهمش فجابتهم لي، لكن بعد كده اكتشفت ان هما بيتباعوا عند الجزار يعني، تجيبي نص تجيبي كيلو براحتك. بصوا بقى انا معايا في، شايفين البيضه دي، بصوا انا هتبل البيضه دي برضو، هتبل البيض ده، بصوا انا هحط البيض اهو، بصوا اتبقت معايا دي بيضه كبيره شويه، هي كانت برضو في قلب الفرخه، انا بوريكي بس عشان دي ممكن هي كانت في قلب الفرخه يعني، انا مطلعاها من الفرخه، انا بقول لك عشان انت ممكن تعمليها بالبيض العادي عادي، تسلقي بيض وتعمليه كده، انا قطعتها نصين اهو، وممكن دي برضو لو حسيتي ان هي كبيرة شوية تقومي قطعها كده، تمام. انا هتبلهم اهو، هتقلبيهم بس كده في الصوص، بصي دي اللي انا قسمتها بيضة كبيرة اهي، طعمها جميل يا جماعه، ممكن تعمليها في البيض العادي خالص، بيض احمر بيض ابيض اللي انت عايزاه، تسلقيه وتسيبيه يبرد وتقومي قطعاه نصين كده، تقومي متبله بالتتبيله دي عادي، وتعمليه بالفيجيتار بالبقسماط بالفيجيتار احلى. وان شاء الله هعمل لكم تتبيله، هعمل لكم ان شاء الله حاجه كده بالدي الذره تنفع زي بديل الفيجيتار يعني. بصوا انا قلبتهم اهو بالصوص، انا قلت البيض ده بتاع الفراخ مش موجود، مش مشكله، وانت عايزه تجربي الطريقه في البيض العادي خالص، تمام. ادي كده عندي، بصوا جاهزين عندي اهو، سهله، حاجه سهله وبسيطه جدا، لما اجي ان شاء الله اقليه هوريكم بيتقلي ازاي. انا دلوقتي هركنه شويه وهرجع لكم تاني وانا بقلي. ورجعت لكم تاني عشان نقلي المخاصي، انا عندي الطبق اهو، انا قلت ان انا هتبل بالفيجيتار من غير بيض، اوكي الطبق ده على جنب شويه، المخاصي اهي اللي احنا كنا متبلينها، باجي همسك واحدة واحدة بإيدي كده، بصوا في الفيجيتار من غير بيض، وأرص كده مبلاش تحطوا زيت كتير في الطاسة يعني، على قد الاستعمال بالظبط عشان الفيجيتار
طبعا بباص الزيت ثم غير بيض خالص بجدار بس كده. تمام كده. دي انا هجهز جنبها بطاطس تخمينة وبطاطس محمرة. ممكن تعملي جنبها مكرونة عشان زي ما قلت لكم الكمية عندي صغيرة انا مشتريها، فحبيت ان انا اخد التجربة معاكم يعني كده بالظبط. شوفي الطبق ده انت عايزه تعملي البيض، على فكره اعملي البيض براحتك يعني، دي رغبتي في اي شيء، بس انا عامه ما بحبش اي تبديلات بيض، نادرا يعني مقلي حاجه بيض. اوكي معاكم كده تمام، يا رب تكون الصوره واضحه ان شاء الله. اوكي بصوا انا مش حاطه زيت كتير في الطاسه، طبعا الزيت ده هيترمي بعد كده فحرام بجد يعني، في ناس بتفضل كتير قوي في موضوع القلي بتاع النار. بصوا في حاجات بتحتاج زيت كتير غزير وفي لا، يعني حاجه زي كده ما تستدعيش ان انا احط زيت كتير. كده تمام. المخاص دي يا جماعه في ناس كتير قوي ما بتحبهاش ومش عارفه بيقولوا لي احنا بنكش ناكلها كده، مش عارفه ايه بنكش ناكلها دي، بس مش مشكله يعني، تقريبا بيقرفوا منها، لكن هي بجد طعمها خطير يعني تستحق التجربه. انا عامه بحب كل حاجه اجربها يعني، ما عنديش حاجه ان انا حاجه ما بحبهاش فما اجربهاش. ايه ما بحبهاش ما اجربهاش دي، اما اجربها ممكن تعجبني. سامحة تتحمر كويس كده، سامحة تتحمر كويس جدا اهي كأنها بيض. انا بالنسبة لي فكرة البيض لانه بحس ان هو اي حاجة فيها بيض لو اتركنت شوية زاد منها، بحس ان هي معرفش ريحة البيض بتجنن. لما كنت هي برضو ايه اذواق، الاكل ده اذواق. انا خلصت الكمية كده، قلت لكم قبل كده من كمية صغيرة جدا، بس انا قلت ايه اجرب معاكم الطريقة الحلوة دي، واتمنى ان احنا نعرف نجيبها من عند الجزار ونعملها بطرق كتير كتير كتير. بصوا بقى انا كده عندي باقي الفيجيتار اهو، انا قلت ان انا عندي بيض. بصوا بقى البيض اللي احنا تبيناه اهو. اوكي تمام، نحط الطبق كده، نجيب معلقه. بصي هقلبه كده في الفيجيتار، البيض اللي احنا تبيناه قلت لك قبل كده اهو بيض، عايزه تحطي بيض براحتك، لكن اهو ادي. اوكي اقلبه كويس في الفيجيتار، ممكن تتبليه عادي بدقيق على فكره، دقيق عادي كده بشويه بهارات. بصوا ادي كده، ادي البيض بتاعي. وقلت قبل كده في بدايه الفيديو ان البيض ده كان موجود عندي فعملته كده، مش ممكن تعملي بيض عادي خالص. اوف البيض هيبتدي يطرطش بقى، بصوا هو الطبق عندي فاضي اهو، بس خلاص كده. اوكي اهو نبعد كده المقص على جنب. اوكي تمام كده،
يعني ربنا يستر ما يترقعش. المشكلة الواحد خايف على الموبايل. بصوا انا ده اللي خايفة منه بقى، شايفين؟ عموما هو كده خلاص احمر. انا هشيل الحط في النار، ماخدش لحظات بصوا بقى عشان هيحصل كوارث دلوقتي. بصوا بيفرقع، خدوا بالكم ممكن تهدي النار، تهدي النار او اوكي ادي خلاص كده اتحمر معايا. بصوا انا هجهزه في طبق للتقديم وارجع لكم تاني. وده الشكل النهائي للطبق بتاعنا. يا رب فكرتي تعجبكم وتجربوها وتدخلي على قناتي، قناة طلة حلوة، وتعملوا لايك وشير. شكرا قوي ليكم.